في كل يوم في كل يوم تقول الأرض يا رب دعني يعني أبتلع ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول بحار يا رب دعني أغرق ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، تقول الجبال يا رب دعني أطلق على ابن آدم أكل من، وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم إنه أكل. قال يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموه؟ يقول لا يا ربنا. قال لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها، من جاءني منهم تائبا تلقيتهم بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب، أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي. هذه محبة، هذا هو الله المحب لعباده، وهو الغفور الودود. لا إله إلا الله. ليس غفورا فقط ولكن ودود، وعفوه يستغرق الذنوب، مجرد يعفو عنك يمسح ولاح وخلاص، ويثبت ما كان حسنات، فأولئك الذين يبدل الله سيئات حسنات، يبدل سيئاتك حسنات.